المخرج الكبير محمد فاضل، اهلا بيك. اهلا وسهلا ومبروك على البرنامج، الله وان شاء يبارك الله فيك. كده نتفرج على حاجات جميله يعني ان شاء الله، وان شاء الله تنورنا كمان قريب بقى بعد ان اذنك. شاء الله. حاضر، تحت امرك، بس البرد يخف شويه ان شاء ده احنا قاعدين بردانين اهو في الاستوديو انا ومدام فردوس اهو، بس اول ما البرد يخف ما لازم هتجيلنا. بس شفت بقى ان شاء الستات الله. اقوياء ازاي، متحملين البرد طبعا وخارجين. هم الدفى كله. ايوه. انت والفنانة فردوس عبد الحميد تاريخ طويل، شركاء حياة وشركاء في الفن. أحيانا رغم أنه هي فنانة كبيرة وليها اسمها، وانت طبعا مخرج قدير وليك اسمك، وانتوا الاتنين كل واحد عمل شغل لوحده وشغل يعني زي ما بيقول الكتاب يعني، بس أحيانا كان دايما الاتهامات تقول ليه محمد فاضل بيجيب فردوس عبد الحميد، ليه هي البطلة؟ والله والله يا ريت الاقي لها ادوار في كل اللي انا عملته. وده بص مش مجامله اصلا، ما الواحد يلاقي فنان او فنانه على هذا القدر من الموهبه وعلى هذا القدر من الالتزام ايضا، يعني اما يبقى الفن ده هو حياته وخلاص، ما عندوش اي حاجه تانية بيعملها في الحياه يعني كعمل او اهتمام غير الفن. طب الواحد عايز ايه اكتر من كده؟ يعني المخرج عايز ايه غير فنانه زي فردوس عبد الحميد او زي محمود مرسي او زي امينه رزق او زي احمد زكي او زي، يعني دي امثله، بضرب امثله طبعا، في فنانين عظام كتير جدا الواحد اشتغل معاهم. بيبقى عارفه الفنان اللي هو يعني خلاص خد دور، يبقى ده يعني الواحد مطمن ان هو هيجي بقى حافظ ومذاكر ومحضر نفسه كويس وهضم الشخصية وما بيعملش مليون عمل في وقت واحد، فبيبقى الشخصية يعني بس هو ده يعني. بس يا ريت، لكن اللي حصل على فكرة مش كده يعني. بس هو يمكن الأعمال اللي عملناها سوا كان بيبقى لها صدى كويس جدا، فالناس تصورت إنها ما بتشتغلش إلا معايا، مع إن طبعا لا، ده هي اشتغلت مع تقريبا كل المخرجين يعني. بيحصل ايه يعني ما تكونوا بتعملوا عمل مع بعض، ومثلا هي عملت مشهد انت شايف انه لا ممكن يبقى احسن من كده، بتعمل يعني توجيه المخرج حينما تكون النجمه اللي قدامه زوجته، بيحصل ايه معاها؟ لا لا، ولا بنسى اصلا على فكره، لو حد شاف النسخ الاخراج بتاعتي ما بكتبش اسم الفنانه، بكتب اسم الشخصيه. فأنا بالنسبة لي الفنان أيا كان هو فلان، هو الشخصية اللي بيمثلها، لأن أنا لو فكرت وقعدت أقول الممثل باسمه يا أستاذ فلان ولا مدام فلانة، لا مش هعرف أشتغل. فأنا بالنسبة لي هي، لا هي الشخصية، ماليش علاقة بالحكاية دي خالص. أنت شايف إيه أهم شخصية عملتها فردوس عبد الحميد في شغلها معاك؟ والله اللي هي الشخصية اللي لسه ما عملتهاش. اللي لسه ما عملتهاش. طب فين؟ طب فين؟ والله بقول لك يعني، لا يعني طبعا كل دور الحمد لله ما فيش دور شبه التاني. يعني لو حد كده ناقد فني بيشتغل على اساس علمي ويحلل الشخصيات اللي عملتها، هيلاقي ما فيش دورين شكل بعض اطلاقا، لا في الشخصية ولا المستوى الاجتماعي، ولا يعني من أول الدكتورة لحد مثلا في ربيع الغضب كانت باين ست بتبيع على الرصيف كده حاجات يعني. فلا يعني ما فيش خالص، ما فيش. طب إيه الدور اللي عملته مش معاك بس قلت لها شابو حلو قوي؟ لا كتير يعني، مثلا في الجزء الأول من الحلمية طبعا عامله دور بشكل كان جميل جدا، في مثلا في تاني في زينيا برضو كانت عامله دور كويس قوي. لا يعني عملت ادوار كتير كويسه يعني. امتى يعني، هل احيانا بتتدخل في موافقتها على دور او لا؟ يعني بتعرض لا عليك مثلا سكريبت اطلاق تقول لها لا ما تشتغليش ده، او مش يا من منطلق نهار ابيض، الحكم مع الزوج لا على لا زوجته، برضو من منطلق لا فني، انت مخرج كبير برضو ليك وجهة لا نظر. لا لا لا، بالعكس هي اصلا قادره انها تختار ادوارها يعني على فكره، يعني ممثله دارسه
ما هياش المساله يعني دارسه في معهد فنون مسرحيه وطالعه الاولى باين في التصعيده طبعا. فلا يعني لا هي قادره على انها تقيم الدور يعني. طب هي ولا مره دور انت اديته لها قالت لك لا انا مش عايزه الدور ده، مش معنى اديت الدور ده لفلان انا هاخد الدور الثاني ده؟ لا 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 مفيش كلام اطلاقا اطلاقا، ده ما يحصلش لا منها ولا من غيرها يعني ما فيش. انا عارفه انك انت جوه البلاتو ديكتاتور صح؟ لا مش ديكتاتور، هو بصي احنا بنبقى بنعمل بروفات زمان كان في حاجه اسمها بروفات والتدريبات قبل الاستوديو لا تقل عن شهر وساعات بتبقى شهرين كمان. فخلاص احنا بنبقى على ترابيزه البروفات دي او في حجره بروفات قبل الاستوديو متفقين على كل حاجه. فما فيش بقى جوه الاستوديو اي مشاكل خلاص. ما انت جوه الاستوديو خلاص انا المخرج ما فيش حاجه اسمها لا خلاص احنا اتفقنا اتكلمنا نتناقش على الترابيزه زي ما كل واحد عايز اطلاقا. وده يمكن في على اليوتيوب تسجيل كده كان عامله الاستاذ جميل مغازي في احد برامجه بروفا، كان حاضرها الاستاذ مفيد فوزي كان بيعمل برنامج معاه بروفا من للرايه البيضاء. ده كان نموذج البروفات. شفت التسجيل ده شفته يعني موجود ومتداول والناس شافته كتير. فده نموذج البروفات بنقطه يوم ما هتيجي معانا بقى هنعرضه ونتفرج عليه معاك. ماشي اتفقنا. طب الفنانه فردوس عبد الحميد لو هتسالي على الهوا سؤال للمخرج الكبير محمد فاضل بصفته المخرج محمد فاضل، سؤال ما سالتهولوش ودلوقتي عاوزه تقوليه له على الهوا. عايز اقول له عنده هو مشروع مهم جدا بتاع الضاحك الباكي نجيب الريحاني، اتمنى ان انا اشوفه قريب يعني، لانه انا بعتقد ان ده هيبقى شيء مهم جدا جدا، لانه هو مش بيتكلم عن شخصيه مثلت او حاجه، لا ده بيتكلم عن تاريخ مصر الحديث وقد ايه كان كل التفاصيل الموجودة في مصر المفروض هتتعمل في العمل ده. فنتمنى ان احنا نشوفه قريب بإذن الله. طب عندك واسطة؟ واسطتنا ربنا. طبعا ونعم بالله. لا طبعا نعم بالله. ده سؤال للمخرج محمد فاضل، سؤال للزوج وشريك العمر وشريك الكفاح محمد فاضل. يعني لا بقول حاجه قولي لي والله هنتعشى ايه النهارده. مش هي المحضره العشاء ولا ايه قبل ما تيجي؟ يعني هقول له يعني عايز تعمل ايه تاني يعني في الناحيه الفنيه القادمه. ده مش للزوج برضه، هو عنده مشروع مهم. ما هي كزوج برضه هي خايفه على شغلك. لا ما هو بصي احنا احنا للاسف يعني او لحسن الحظ ما لناش في حياتنا غير شغلنا. احنا الاثنين كل واحد بيحب شغلته جدا وعايز يحقق فيها، هو بيستمتع والواحد بيشتغل على فكره، مش بيشتغل يعني طبعا المهنه اللي احنا المفروض محترفينها، لكن بيبقى الواحد بيستمتع وهو بيشتغل. طب سؤال بقى من محمد فاضل لفردوس عبد الحميد الفنانه والزوجه، غير هنتعشى ايه النهارده؟ غير انتوا هتتعشوا ايه صحيح النهارده؟ لا والله ما بنتعشاش. والله بتعشاش عشان لو كده ممكن اجي معاها، انا عارفه انتوا خطوتين من هنا، فلو في حاجه كده اجي على طول. لا ده انا عايز اقول لها لا حاجه. شفتي النهارده الجونين ايه يا فردوس؟ محمد صلاح جون والتاني اسيست من محمد صلاح لتريزيجيه. عشان بس يرد على بعض الناس اللي كانوا. انا سعيده جدا يعني بده والله. والله انا سعيد قوي طبعا، سعيد ان مصر كسبت. احنا عندنا طبعا سعيد لان مصر كسبت. لو بس كمان لازم انا هتكلم في نقطة تانية. عندنا جوهرة اسمها محمد صلاح. لا وده يعني مثل لكل الشباب اللي لسه طالع. اختارونا يعني رجل المباراة. يعني انتهزوا الفرصة ان ده موجود. أيقونة مصرية وعالمية. هذه الأيقونة اللي في بعض الأقلام يعني بلاش. يلا بلاش. اتفرجتوا النهارده مع بعض مش كده الماتش؟ اتفرجتوا مع بعض، كان شعورك؟ لا والله كنا احنا كنا بره في الاستاذ ياسر رزق. الله يرحمه. لا كنا بنتابع يعني تابعته وانا راجع يعني النتيجه يعني.
وانا راجع البيت، فتابعتها الحمد لله. اتبسطت جدا انه مصر كسبت طبعا النهارده ودخلت بقى تلعب في نصف النهائي، فده شيء جميل. وبان محمد صلاح بيرد على كل اللي رد عملي، رد عملي يعني، بقول لك رد في الملعب، هو الراجل ما بيتكلمش خالص، رد في الملعب النهارده يعني. فالحمد لله يعني، يا رب ربنا يتمم بخير. يا رب يا رب. أشكرك شكرا جزيلا المخرج الكبير محمد فاضل على وعد بلقاء قريب، عاوزين نتكلم كده في موضوعات كتير قريب إن شاء الله تكون معانا. شكرا جزيلا.